يمشي يمشي. السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ بخير، لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ هانيين كلشي مزيان؟ انا كنت كنوجد فطور الدار حفلة هادي، تا قال لي مول الدار حاجري ثماني، قال لي هادي يلا نخرجو نفطرو في السنقة. خرجي والله الا خرجنا مع ادم، انت ما غتشوف. درت لي بانكيك ودو لي كيش وهادو مطلعات عامرين الحريره، هي فهاد السبيره ما لقيتش الترموس قلبت عليها، ومع زربانه شباكيات تمر عصير عصير حتى درته فهاد الترموس باش غير يدفق في البراد. انا علاش واحد انا يلا لبسي خلاص عليها من لبسي فوري قضى يلا شكلتي عندك عندك تفلتي العصير جيراننا عطاونا طليعة عامرة وعطاونا واحد بيتزا وسميتو وجوج كرواسات وهانت وجوج فخوماجات جوج فرماجات وهادو الجيران الاخرين اللي من جهة اخرى عطاو ليها مع الطاخت. اي اي مالك يا ريان؟ شرب حريرة شوية بشوية ساليتي هذاك الشاوي فين مشى؟ ساليتي الفطور وانت ما كليتيش باب وابا انت ما كليتيش مريم اش بيتي اش بيتي تاكلي شنو بيتي؟ اي اي بريوا بريوا سي بريوا بريوتك ما ساليتيهاش ريهام بريوتك تمرات بيتي تمر يلا حليتي تمر يلا ستي يلا عرفت البلاصه اللي بنت كي البرد 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 شوفوا البلاصه اللي قالت فيها حنايا فرحة بلسة زوينة وسميتو الخضورة تبارك الله طبيعة، ولكن هاد البلاصة راه جات المطار، هذا هو الباب اللوراني اللي كيخرجو منو الطاغ كيخرجو منو الرؤساء ونورمالمون هنا ما تيخليهمش يجلسو، ولكن مع دابا رمضان الفطور شفنا الناس كالفين صافي وجلسنا ما دواوش معاهم. شو الباب راه هو البنات شتو ما تديوش عليا حالتي راني ما دايرهش مكياج. كاينين الضوا ما تيبانوش مزيان البنات الشاورما نحتاجو فيها انا درت لي الصدوره مقطعين قطعتهم شرائح طوال الصدوره دابا غندير فيها واحد الياكور طبيعي غادي ناخد واحد شويه لاموطارد هكا غير شوف شكون انا درت لاموطارد ندير غير واحد المعلقه ديال الهريسه بحال هكا ندير شويه الابزار ما نكترش البزار شويه سكينجبير سك
سكين جبير وشوية الطحينة. غادي ندير البيض تخبيلي صح كدير الملح ما تكتروش تاش دايرين لا مطرب ملح في هذا الملح صافي وغادي نحرك بحال هكا داك الخليط هذاك الدجاج ديالنا عندنا شويه بودره الثوم ونخلط هكا مزيان صافي غنغطيه بالسلوفان البلاش ونخليها الدجاج يرقد في هاد الخلطة مزيان نمشي ان شاء الله ندوز دابا العجينة نوريها لكم البنات انا حنايا احتاجيت تقريبا زلافة ديال الفورص بزاف عطرت بهادي هادي كتهز اكثر من رابعة رابعة وشي شوية المهم نقول القياس 300 غرام بحال هكا اللي غادي تاخذو انا غادي ندير شوية ديال الملح هنايا دقيق هكا غير قليل السميدة هاجي عندي صغيرة نقطع عامرة مزيان تلفيت البنات مازال غنضيف ان شاء الله معلقة صغيرة ديال الخميرة غنديرها من بعد دابا غادي نمشي بداك الفيت نخلطو هكا مع داك الدقيق يدخل فيه مزيان هكا دابا غنضيف معلقة صغيرة هكا ديال الخميرة شنو البنات انا خلطتها بالماكا ودرتها في العجينة بون نخليها تعجن معاك حاولوا البنات العجينة ما تكون عندكم لا قاسحة لا رطبة تكون في القياس البنات عجينة ديال العجينة هاهي صافي دابا البنات غادي نجمعو خلات تخمر واحد الساعة حتى ساعة ونص هكاك هاديك الحشوة بقات تقريبا شي ساعتين دابا غادي ان شاء الله نشحرها طيب هاد الدجاج ديالنا ونخليه على جنب ونبدا نبسط في هذوك نبدا نقطع هذوك العجين ديالنا كويرات هانتوما معايا غير تشوفو كلشي البنات بالنسبة للمايونيز انا درت واحد البيضة درت معاها واحد الكبيسة ديال سميتو ديال البزار ما تكتروش وثاني واحد شوية الملحة بحال هكا تكتروش البنات وغادي ندير واحد المعلقة هكا ديال لاموطات معلقة صغيرة ديال لاموطات صافي وغنسدو هكا بالميكس ديالنا صافي البنات دابا من بعد ما درنا البيضة والموطارد والبزر والملحة كما كتشوفوا البنات مايونيز طلع ديالنا عرفتي البنات باش تصوري و البنات ها المايونيز شوفي
طلع زوين صراحه وكيجي بنين. بس هاد المايونيز جربوه وكيتذق 100%. جربوه على حسابي ناس. العجينه ديالنا من بعد ما خمرات سرحتها هكا، دابا غنقطع فيها الى قطع صغير. نخرج الموس ونقطع كويس. البنات اللي درت العجين كويرات ما تديوش على هذه الروينه كيفاش كنخدم. ودابا غنغطيهم نخليهم واحد القسمين يتراحوا باش يجوني ثاني باش نبسطو. نبداو نبسطو في هاد العجين. هذاك الخبز ديال الشاورما هو فين بسطو بالمدلك، حطيته هنا غنطيب فيه دابا. البنات كترميو هاد الخبز الشاورما ديالكم واحد 5 ثواني وقلبوها كل شويه قلبوها، وتكون العافيه البنات مجهده. وملي تبسطوها حاولوا ما تقبوهاش باش تنفخ لكم، راه سر نجاح هاد الخبز الشامي هو النفخ ديالو. البنات شوفوا الخبز كي كيجي خاوي من الداخل. البنات غير جربوا الطريقه اللي درت، كونوا اكيد غينجح لكم. النجاح ديالو انه يكون خاوي من الوسط ويتنفخ لكم. دابا كنضيفوا داك الدجاج. انا شحرت داك الدجاج مع واحد البصيله بيضاء، ما كنبغيهاش خضراء. اللي كيبغيها بحال هكا خضراء يديرها، يدير بصله مقرده طويله هكا خضراء. ودابا كنضيف ديك لاصوص مايونيز وغنضيف عليها شويه الخس هكا، وغادي نضيف مطيشه عليهم حتى هي وصافي. كنتنيها البنات، كنسدو من جويه بجوج انتما كما كتشوفوا بحال هكا وصافي. دخلي البريسات بريس الشاورما ديالنا شو من بعد ما بريسيناها. شو كي كتجي صراحه كتجي واعره وبنينه. نتمنى تجربوها.